ناخد المحورين المهمين. معانا على الهاتف الزميله الاستاذه ايناس مظهر، المنسق الاعلامي للبطوله. يا استاذه ايناس اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. مساء الخير صحيحة. وعلى وكابتن عدلي وكابتن عادل، مساء الخير عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك. انت صوتك كويس اهو، يعني برضه مش تعبانه. انا كنت نايمه. احنا ما بننامش حضرتك. طيب اجازه النهارده فالكل مريح. لا احنا حتى ايام غير المباريات بنبقى بنشتغل برضو، يعني لازم في متابعه على طول. يعني صحيح. لو انت ما شاء الله في كل الدورات حاضره بمجهود كبير. اشكرك ميرسي. قولي لي يا ايناس، انت كنت مرافقه امبارح للزملاء الاعلاميين من كل الدول اللي زاروا النادي الاهلي، مبدئيا انت سجلت الزياره دي ازاي؟ بص حضرتك، اولا احنا في البدايه طبعا احنا بنشكر المبادره دي، مبادره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره ومدير النادي بصراحه، وكاستاذ جمال جبر هو اللي ابتدى معايا الاتصال، وده كان حتى من قبل البطوله. يعني قال لي احنا النادي يعني عايزين ان شاء الله نرتب لكم زياره اثناء البطوله، بس قولوا لنا ايه هو الميعاد يعني اللي ممكن يسمح بتواجد الاعلاميين والصحفيين، هنستضيفهم في النادي يوم كامل يقدروا ان هم يشوفوا فيه النادي ويتعرفوا على النادي وتاريخ النادي. فدي كانت المبادره، وبصراحه كابتن الخطيب كان حريص على دي، وكان مهتم جدا انه يحضر الحقيقه، بس الظروف المنعت. طبعا احنا مقدرين طبعا للظروف، وكان عضو مجلس الاداره الاستاذ محمد سراج كان موجود متابع معانا، وكان في الرحله في الجوله ديت، ومعانا طبعا الاستاذ جمال جبر كان موجود. فدي الحقيقه، وطبعا العميد مرجان كان برضو متابعنا في الزياره. هي القصه كمان يعني ان كان في يعني كان رسميا كمان يعني اداره الاعلام او النادي خاطب اللجنه، سواء اللجنه المنظمه المحليه والاتحاد الافريقي، يعني جميع الاطراف الخاصه بكده، واحنا قمنا بالاتصال بالصحفيين الافارقه. بس اللي عايز اقوله لحضرتك يا استاذ ابراهيم ان يعني قبل احنا ما نعلنها، يعني احنا في واحنا بنرتب، فوجئت ان معظم الاعلاميين الاجانب والافارقه كلهم بيطلبوا مني يعني بصفه شخصيه، بيقولوا لي ممكن تقدري تساعدينا نوصل للنادي الاهلي، عشان احنا عرفنا ان قبل كده كنت برضو بتساعدي زملائنا من الاعلام الاجنبي اللي عاوز يجي يسجل او يلتقي بمسؤولي النادي الاهلي، كنت انت اللي بترتبي له الزيارات دي. يعني هي كانت رغبة وطلاقت يعني. بالظبط يعني. فانا استغربت، قلت لهم يعني بأمانة يعني كل الطلبات اللي انتوا طالبينها ديت، انا عايزة اقول لكم ان النادي الاهلي هو اللي بادر بالمبادرة دي، وهو اللي فكر في كده، يعني كأن بالظبط كان بيقرا افكاركم، وهو هيظبط وهنظبط يوم وهنبلغكم باليوم. فمش عايزة اقول لك كم الاهتمام بالبطولة، لدرجة باليوم دوت بيوم الزياره، لدرجه ان في ناس جت، وكان رغم ان هي كان لازم تحضر التدريبات الخاصه بفرقها، وفي ناس فضلت انها تيجي من المدن المختلفه، من اسماعيليه او من السويس، عشان الزياره ديت مخصوص، يعني ما حبوش ان هم تضيع منهم الفرصه ديت، فرصه للوجود داخل جدران النادي الاهلي. الزيارة طبعا كانت بالنسبة لهم مفاجأة من ناحية ان هم معتقدين ان النادي الاهلي هو عبارة عن نادي كروي، او زي ما احنا كلنا سافرنا برا وشفنا ان كل اندية العالم بالذات الكروية في سواء في افريقيا او في اوروبا كلها عبارة عن استاد ومبنى اداري فقط. ففوجئوا لما شافوا فرع الجزيرة بالكامل، وابتدينا نشرح لهم ونقول لهم تاريخ النادي وال 18 رياضة اللي في موجودين داخل جدران النادي، وازاي ان هو نادي رياضي واجتماعي، اللي كم الجوائز، وطبعا احنا فهمناهم ان مش هي دي كل الجوائز اللي يمتلكها النادي، ولكن هناك زي ما بلغني استاذ جمال وانا ترجمت لهم ان في كتير من على مدى السنوات من 1907، ولكن في المخازن، وان
دول جزء من الاتشيفمنتس الانجازات دي 10% من الرصيد اللي بالزبط. موجود في النادي الاهلي بالظبط. فهم الفكره دي يعني مش قادرين يستوعبوها ازاي تاريخ النادي مع القدره على ان هو يبقى نادي رياضي اجتماعي، وفي نفس الوقت ابتدوا بقى يسالوا عن الارقام، كام اسره، كام عضويه، ومش فاهمين قصه العضويه، يعني قعدت افهمهم يعني ايه ان احنا بتبقى عندنا واللي فاتني كمان ان انا كمان من خبرتي عشان انا عضوه في النادي، فقلت لهم انا لو هكلمكم كعضوه احنا بنعمل عضويه، العضويه دي او الاشتراك الاساسي بيبقى مدى الحياه وبعدين بيبقى في اشتراك سنوي، وازاي ان العضويه بتورث؟ يقول لي يعني ايه بتورث؟ قلت لهم ايوه يعني كله بقى الاولاد لما بيكبروا بيتجوزوا بيدخلوا الطرف الاخر وبعدين الاولاد فالقصه دي مش يعني خدوا وقت على بال ما يستوعبوها وابتدوا يسالوا زي ما بقول لحضرتك اسئله دقيقه ويحسب يعني يقول لي كام اسره فقلنا مثلا في حدود 150 الف اسره يعني يقول لي يعني لو اربعه يبقى ده العدد وبعدين كمان ابتدينا نتكلم عن الفروع دخلنا في نظام الار يعني الله اكبر لا هم مبهورين بالتجربه. طب انا هسالك سؤال لاني كنت ملاحظ ان بيتوقفوا يصوروا مثلا تمثال الكابتن صالح، مختار التتش، النصب التذكاري بالظبط دي كمان لا دي النصب التذكاري بتاع الشهداء عرفوا القصه دي وفهموها عرفوا طبعا فهمناهم وقلنا لهم على تاريخ كل تمثال او تاريخ كل النصب التذكاري وكمان قصه استاد التتش وان هو استضاف الفاينل في 1959 دي برضو استغربوها وخاصة لما دخلوا جوه وشافوا الفرق ما بين هنا فقلت لهم يعني النادي الاهلي هو كان يعني صاحب اول فاينل كان تم استضافته في مصر في 59 على استاد التتش قبل بقى استاد القاهره وكل الاستادات الكبيره اللي انتم شايفينها دلوقتي فهي طلعت من النادي الاهلي فطبعا كل دي بالنسبه لهم انجازات وابتدوا ان هم يعني عايزه اقول لحضرتك ان هم عملوا لقاءات كتير ومن ضمن اللقاءات حتى اللي عملوها معايا ان هو ازاي او ايه هي مثلا النصائح او اللي ممكن تجربه النادي الاهلي ننقلها في بلادنا علشان بلادنا وعلى فكره ده كان مختلف يعني في انجلترا سالوا نفس الاسئله بالنسبه لافريقيا جنوب افريقيا دول كبيره دول المغرب او شمال افريقيا كان في اعلام اوروبي يا مدام ايناس ايوه كان في اعلام اوروبي انا عايزه اقول لحضرتك ان اذاعه البي بي سي نفسها الانجليزيه هيئه الاذاعه البريطانيه كانت ممثله راديو وتلفزيون وفي ثلاث أطقم كانوا موجودين عملوا تقارير لمده تقارير بثلاث لغات مختلفه الانجليزيه والفرنسيه والسواحليه لدرجه ان هم في حاجات ما لحقوش يخلصوها امبارح رغم ان هم راحوا بدري لكن لان هم بيعملوا تقارير كامله عن النادي فطلبوا الاذن ان هم يعودوا النهارده يرجعوا النهارده تاني واستأذنا استاذ جمال جبر واستأذن العميد مرجان ووافق على دخولهم ان هم يكملوا تصوير ويكملوا لقاءات ده لوحده هيئه الاذاعه البريطانيه وكانت بقى معانا الفرنسيه والالمانيه لا كان في اجانب كتير هم كمان مهتمين اكتر كمان من الافارقه والدول العربيه. طب انت تري ان دي عملت مزيد من الضوء على الكره المصريه عامه وعلى النادي الاهلي بشكل خاص وهيبقى لها تاثير ومردود سياحي ربما يعني الموضوع يكون اكبر من مجرد زياره؟ بالطبع طبعا ده بالتاكيد هيحصل وهم في ابتدوا يكتبوا يعني اولا كان في انطباعات كتير على تويتر وعلى السوشيال ميديا عن الزياره دي لدرجه ان في صحفيين ابتدوا يجوا من امبارح والنهارده اللي هيتابعوا من الدور ال 16 وزعلانين ان هم ما قدروش ان هم يلحقوا بالزياره دي. رتبي بقى للمجموعه اللي ما جاتش رتبي لهم يوم كمان. يا ريت والله نقدر نعمل كده فعلا لازم في ناس كمان ما قدرتش ان هي تيجي وتحضر علشان كانوا مشغولين مع فرقهم فلما سمعوا من الزملاء فنفسهم ان هم
يجوا، لان كمان كان في حفاوه الاستقبال ويعني اعجبهم كمان لما رحنا حمام السباحه ما بقوش مصدقين يعني ايه الناس دي اعضاء جايين بيعوموا ببلاش، يعني القصه دي وازاي ان النادي بيستفيد او الاعضاء بيستفيدوا لحد الساعه 6 وبعد كده بتبتدي تدريبات السباحه والغطس والباليه المائي والووتر بولو. فبالنسبه لهم الحاجات دي استغربوها يعني ان الناس كلها، وفي نفس الوقت قالوا لي ده مكان وصفوه سيفتي اند سكيورد، امن وامان بالنسبه للاطفال بالنسبه للعائلات. قلت لهم ما فيش طفل يقدر يدخل يخرج لوحده، اول ما يلاقوا الطفل ماشي لوحده هيوقفوه عند البوابه. فبالنسبه لهم كل اللي شافوه استغربوه، يعني حسوا ان هم ان كان النادي الاهلي كيان منفصل لوحده، دنيا لوحديها، دنيا بالظبط، دنيا لوحدها طبعا. فاحنا انا مدام ايناس فخور طبعا بالنادي الاهلي وكل الانطباعات اللي انا مدام ايناس بسمي، وكنت عامل مشروع مبني على الجمله اللي هقولها لك دي وباذن الله يتعمل، يعني الاهلي بلانيت، الاهلي بلانيت، كوكب الاهلي. طبعا طبعا اكيد اكيد لازم 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 حضرتك تبتدي بقى في المشروع. لا وانا وانت معانا، انا بسال المهندس عدلي اهميه ان كان يبقى عندنا متحف الاهلي في مثل هذه الزيارات يا باشمهندس. لا ما ده المتحف ده يعني والله مشروع متكامل ملح اكتر. عايز بس لحظه الانطلاقه، لكن هيكون لنا لقاء معاكي تاني يا مدام ايناس باذن الله، ونتكلم على امور، ويا ريت تشرفينا مره كده تقول لنا اذا كنت هتفضي مره الله، ونتكلم بقى بتفصيل اكتر مع الزياره دي وتداعياتها وكيفيه الاستفاده منها على مستوى الرياضه بشكل عام. نشكرك جدا جدا، والى لقاء باذن الله في استوديوهاتنا باذن الله.